انا رايي انا ملتزم بيه بقالي 20 سنه على الاقل. اتفضل. ان احنا بعيد جدا عن المنظومه التي تنتج منتج تستحقه لبلدنا اللي هو حتى مع هذا النظام، مع اي نظام. أوكي. بس هنا يراعى اللي قلته لحضرتك مره، لما يكون البلاد والعباد فيهم كابتن فتحي نصير تمام واسماء اخرى، لما اتكلمنا مثلا على الاداره وقلنا مصطفى مراد فهمي او لابد ان هم اللي يقودوا ده اولا عشان يكسبوا الاجيال الجديده خبرات. اعتقد انه هذا القامه والهامه الجالس بيننا الان لديه من الساعات التدريبيه والمحاضرات كمحاضر وما راه يجعله يطبق السيستم الدولي. صحيح. واعتقد ان اللي بيقوله الكابتن هذا هو ما يحدث في كل العالم، ولكن هل سيقتنع الإخوة اللي بيختاروا على الترابيزة انت تجيب حد وانا اجيب حد؟ وبس مش ده موضوعنا او ملفنا اليوم. وبالتالي انت هنا هل في مرات علشان الناس تطبق ده باجتهاد كان عندنا سير ذاتية وخبرات زي ما بنجيب الأجنبي تمام علشان نقول المدربين الايه بقى المنتخبات ولا الانديه سهله زي ما الكابتن قال لانه هذا هو الموجود، لكن هرجع لك اللي بيتلقى لكن اللي بيتلقى منه لكن طبعا حبذا لو الانديه بقى بشهادات ومؤهلات وتراخيص طبعا، لكن على الاقل ها لابد ان يكون المتلقي اللي هيلم بقى الرجاله دي كلها لابد ان يكون مؤهل عنده سي في. كابتن عمرو ابو المجد في مره من المرات ربنا يديله الصحه، طب معلش يا استاذ عصام اختار ولم يكونوا هم صح، ولكن بما ان كابتن فتحي معلش سؤال اول لا يا كابتن معلش بعد اذنك، هل تم اختيار الاجهزه الفنيه على اساس سي فيهات ويعني اللي انا فاهمه ان كابتن وائل رياض بس عشان ما نظلمش بقى بص لا لا بس انا هقول لا عشان انا اللي فتحت الموضوع معلش هي جمله والله عشان ما نجيش بقى في ليله اختيار اثنين فعلا والله ما هو احنا بقى انا مش قايل لك الاسبوع اللي فات ان احنا هنتكلم في البتاع ده يا كابتن طبعا ما انا قصدي كده على اساس ايه انه احنا بالفعل نتحدث في طيب. ما هو قيمة يعني لكن أنا أقصد مثلا لما تيجي تتكلم على وائل رياض، وائل رياض بقاله 5 6 7 8 أو بقاله مرتين أو 3 مرات ماسك منتخب الأولمبي مع كابتن شوقي وقبليه مع كابتن شوقي طبعا ثم مع ميكالي وبالتالي فهو مؤهل طبعا. لأن